ولا ما كنتش انا كمحاميه وكحقوقيه ما غنضبطش القرارات ديال الحكومه وما غاديش نعطي المثل للوليدات الصغار ولا الناس اللي ما عارفينش وما فاهمينش كيفاش تخاد هاد التدابير الاحترازيه. اولا حنا كنعرفوا بان هذا الفيروس سريع الانتشار وان اوروبا دابا خير مثال وايطاليا بالضبط خير مثال على السرعه ديال الانتشار ديال هذا الفيروس. اليوم حنا عندنا حالات اللي يمكننا نحدوا من التفاقم ديالها الا خدينا التدابير الاحترازيه وحنا كمحامون ما غاديش نقدروا نجلسوا في البيوت ديالنا، ولكن كاين اللي يقدر يجلس في البيت ديالو افضل. حنا عندنا مهمه اللي يمكن ما يمكنناش نتخلاو عليها لانه قضايا ديال المعتقلين والقضايا الاستعجاليه وقضايا الجنايات والجنحي، القضيه اللي مرتبطه بالاجال، ما يمكنناش نخليو مصالح ديال المواطنين تضيع ولا الحريات ديالهم تاثر. دونك حنا موجودين على الساحه، ولكن باش نتواجدوا خصنا نتواجدوا بتدابير احترازيه صارمه وجديه، وماشي عيب اننا نديروا هاد التدابير، ماشي عيب انك ما تسلمش على صاحبك ولا صاحبتك اليوم، ماشي عيب انك ما تسلمش حتى افراد الاسره ديالك اليوم. الا كنا كنحبوا بعضنا ما غاديش نعبروا بالسلام اليوم، غنعبروا بالتقار، غنعبروا بالابتعاد. اليوم هذه وسيله التعبير اللي غنبينوا بها المحبه ديالنا للباقي اعضاء المحيطين، يعني سواء الاسره سواء الاصدقاء سواء الزملاء. الا بغينا نبينوا لهم اننا كنحبوهم، اننا ما نقربوهمش، نعتبروا كل واحد فينا يعتبر نفسه مريض وانه لا قرب من شي حد راه غادي اديه. بهذه الطريقه نقدروا نضمنوا اننا ما ندرفوش الدموع على الاحبه ديالنا وعلى الناس اللي قرابين منا، واننا نساعدوا الحكومه ديالنا انها تغلب على هاد الآفة، هاد الجائحة. وبهذه المناسبة كنحيي الأطباء والممرضات والممرضين وجميع الأطقم في الأجهزة الطبية، لأنهم كنعرفوا الدور ديالهم كبير في هاد الأزمات، وأننا معول عليهم بشكل كبير من أجل التصدي والمجابهة. كذلك كنبلغ الشكر ديالي والامتنان ديالي كمواطنة مغربية لجميع الأجهزة الأمنية بمختلف درجاتها ومختلف أنواعها، لأنهم يقوموا بأدوار مهمة جدا في هاد الظرفية العصيبة اللي كيمر منها العالم بأسره وليس المغرب وحده. كذلك رجال القضاء والعاملين في منظومات العداله لما لهم كذلك من دور امتدادي لهاد الادوار الاخرى، رجال التعليم اللي غادي يبقاو في مرابطين من اجل تبليغ رساله ديال التعليم لجميع الاطفال اللي تحرموا من الدراسه، يعني تحرموا من تنقل الدراسه ولكن الدراسه ستبقى مستمره. وهذه امور اللي حنا خصنا نكونوا فخورين بها في المملكه المغربيه، خصنا نكونوا فخورين. وكذلك بطبيعه الحال ما يمكن لي الا نشدد المحبة ديالي والدعوات ديالي بالخير لصاحب الجلالة محمد السادس، لاعتبار أنه قام بأدوار مهمة جدا وعنده واحد تأثير مهم في المسار اللي كتخوضوا اليوم الحكومة، وكذلك رجال الحكومة ونسائها اللي هما كذلك مرابطين يشتغلون ليل نهار من أجل مواكبة المستجدات السريعة اللي كيعرفها هذا المرض هذا. بالتالي الله ينصر سيدنا والله يحمي المؤسسات ديال هذه البلاد، وكنتمنى من جميع المواطنات والمواطنين انهم يكونوا صارمين في اتخاذ التدابير الاحترازيه، ودائما تكون مسافه الاماكن المكتظه نحاولوا ما امكن اننا نبتعدوا عليها، وحتى لك كان الانسان مضطر انه يدخل واحد المكان على الاقل يدير واحد المسافه ويوضع هذه المسائل هادو، اما القفازات او يغسل يد بالصابون مرات متكرره، انه يتجنب انه يحدي في نيفو يحدي في الفم ديالو يحدي في الاماكن اللي هي يقدر يمسها اي واحد. الناس اللي تفهموا كنحييهم لانهم كيساعدوا كما قلت لك الحكومه في انها تنزل هذه التدابير الاحترازيه لارض الواقع، وهذه امور ايجابيه. الناس اللي ما فهموش معذورين انهم ما يفهموش، لان شوفي راه ماشي سهله انه انسان تكون عنده مصالح ديالو في المحكمه، وهي مصالح اللي تقدر تكون معلقه ومصير ديالها ما معلومش بالنسبه ليه، هو بالنسبه ليه مصيريه او احد ابنائه او فلذات كبديه معتقل او الى غير ذلك من الامور اللي كتخلينا نتفهموا مثل هذه ردود الافعال. ولكن كنتمنى انه تكون واحد الحمله تحسيسيه واسعه من اجل توعيه جميع المواطنات والمواطنين ان الامر يحتاج الى انضباط، يحتاج الى احتراز، يحتاج الى الى الى, إلى صبر. هذا الشيء ان شاء الله غادي، انا عندي تفاؤل، عندي امل ان هذه الامور هذه ممكن غادي تدوز في اقرب الاجل، ولكن على الاقل يكون الالتزام صارم ويكون الاحتراز قوي باش نقدروا نعطيو العبره والمثل لباقي الشعوب على اننا شعب يمتثل للامور وللمقتضيات التي
تحمي تواجده وصحته وبقائه، وكذلك يمتثل الحكومة ديالو فيما يتعلق بالأمور اللي هي ذات الطبيعة العامة أو مسائل المصلحة العامة. يعني ملي كتكون مصلحة عامة ما كاينش شي واحد يسبق الأنا أو الذات، كيخصنا كلنا نضامنو، كلنا نكونوا يد في يد من أجل حماية هذا المجتمع، حماية المجتمع، حماية الصحة العامة للمجتمع. راه حتى حنا عندنا رسالة إنسانية، حنا المحامون راه ما يمكن إلا يكون عندنا دور اجتماعي مهم في هذه البلاد. دونك ملي كنقولوا كيشكل خطورة، كيشكل خطورة على الجميع، ماشي كنهضروا على ذواتنا. حنا موجودين وغنبقاو متواجدين، وإن اقتضى الحال واخا يوصل الله يستر ما توصل الأمور مع فين ما وصلت، حنا ما غاديش نتراجعوا، حنا عندنا نكران الذات وغنتواجدوا من أجل حماية المصالح ديال الناس، ما تقتضى الأمر ذلك، يعني الأمور مستعجلة وأمور اللي فيها فيها اعتقال أو غير ذلك، ولكن كي خاصة تكون شروط ديال الصحة والمسائل الاحترازية متوفرة في جميع المحاكم حماية المجتمع. وحنا كحقوقيات او حقوقيين بغض النظر على الصفه ديالنا كمحاميه ومحامون، حنا مستعدين لتلبيه اي نداء يوجه لنا الوطن.